السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. دائما وأبدا نسعد بذكر الله. لقد قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. دائما وأبدا الأجور تتوالى بسبب ذكر الله، والألسن ترتب كذلك بذكر الله، والدرجات ترتفع، والشياطين تنخنس، والملائكة تتنزل، وكذا السكينة. وأفضل من ذلك كله وأجل أن الله يذكرنا إذا ذكرنا. قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا وأواصل شكري بعد شكر الله لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وللإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير. ولا أنسى الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الأخ السائل يقول: عندي مجموعة من الأشرطة والإسطوانات عليها دروس وخطب دينية، أريد أن تدلني على مكان للاستفادة منها. على مكان إذا كانت شرط كاسيت، أظن الكاسيت استعملت وأصبحت قليلة، لكن أسأل لك إن شاء الله. هل ينطبق حكم الطيور الجلالة على سمك القرموط لأنه يأكل كل شيء ومن ضمنها الجيف؟ نعم ينطبق عليها، لأن الجلالة لا تقتصر على الطيور. من قال يا نسيم الفجر أن الجلالة تقتصر على الطيور؟ ينفع بنت عندها 12 سنة تحط صور لها على الفيس؟ أنصحها بعدم ذلك، أفضل لها في دينها، إنها مراهقة ولا يصلح أن تفعل ذلك. هل يجوز قضاء الصلوات الفائتة في أوقات النهي؟ يجوز وبالله التوفيق. حكم رفع الصوت في الصلوات السيرية؟ أحيانا كان النبي يفعل ذلك، يرفع الصوت ببعض الآيات في الصلاة السرية. هل يجوز لبنت أن تذهب لمعهد دراسي يبعد 15 كيلو عن طريق أوتوبيس مختلط؟ إذا كانت في الأوتوبيس تستطيع أن تتقي الزحام جاز لها ذلك. أصل الدين توحيد الله سبحانه وتعالى، الإقرار بلا إله إلا الله محمد رسول الله. لماذا صحة حديث إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير؟ ضعيف الإسناد. ما دعاء الاستفتاح للنبي صلى الله عليه وسلم؟ وردت عدة صيغ للاستفتاح، منها: اللهم بعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من الخطايا بالماء والثلج والورد. حكم العمل بالبنوك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وكاتبه ومؤكله وشاهديه. عندي قرآن كامل بصوت الشيخ الحصري شرائط كاسيت، ماذا أفعل؟ ولا يوجد كاسيت الذي به باب الشرائط، موجود في بعض الأماكن مسجلات، انظر من أي الأماكن أنت وأرسل لك من يأخذها وعنده شرائط كاسيت إن شاء الله، عنده مسجلات كاسيت تسمع قرآن. امرأة متزوجة وتخدم أمها، لذلك أوصت أمها بأخذ ما تملكه من مال بعد موتها.
هذا المال ليس بحلال لأنه لا وصية لوارث، ولو كانت سلمتها ذلك في حياتها قبل الممات لكان جائزا. العمل في محل الذهب حلال أم حرام؟ إذا كان بالضوابط الشرعية فحلال، إذا كان بالضوابط الشرعية فحلال. صحة أثر عثمان في القراءة في قراءته القرآن كاملا في ركعة. صحة أثر عثمان للقرآن كاملا، قراءة القرآن كاملا في ركعة، كل طرقه ضعيفة وحسنه بعض العلماء بمجموعها. مرحبا بك يا أبا عمار ياسر. لماذا صيام المرأة لابد من استئذان؟ وعندما يرفض رجل ويعاند بدون سبب فماذا يعني؟ أولا لماذا صيامها بالاستئذان؟ لأن النبي أمر بذلك صلى الله عليه وسلم. وإذا رفض الزوجة عنوتا لا بنيتها أجر إن شاء الله تعالى. فالمعذورة التي تريد الصوم ولا ويمنعها الزوج ويعلم الله من قلبها إرادتها للصوم يثيبها الله على خالص نواياها. ما معنى إن شانئك هو الأبتر؟ إن شانئك مبغضك، والأبتر هو المقطوع. فكان أهل الشرك يقولون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أبتر، وإذا مات انقطع ذكره. فقال الله تعالى في كتابه الكريم إن شانئك مبغضك هو الأبتر المنقطع عن الخير، وبالله التوفيق. صحة حديث عفوا بسم الله صحة حديث أكثر عذاب القبر من البول في سنده مقال. ما حكم مال الأفلام والمسلسلات؟ مال خبيث، ينشرون الرذيلة في الأرض. وبارك الله فيك يا أختي ليلى. هل من أذكار الصباح والمساء التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والاستغفار 100 مرة؟ لا، بهذا الطول لم يرد، ولكن الذي ورد لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير 100 مرة تكون لك حرزا من الشيطان كما في الحديث. هل آيات الكرسي من أذكار الصباح والمساء؟ هي من أذكار المساء. لن يزال معك من الله حافظ حتى تصبح. الله يرحمه رحمة المساء أخي أبو طلحة حفظه رحمه الله تعالى وجعلها ليلة مباركة عليه في قبره، ونحسبه رحمة الله تعالى عليه والله حسيبه من ذوي الأخلاق الكريمة. نسأل الله أن يخلفه في ذريته بكل خير. يسأل عن حكم مشاهدة مباريات كرة القدم. ضياع وقت بلا فائدة. حكم تجفيف اليدين من الوضوء. الأمر مباح، يجوز أن تمسح يديك ويجوز أن تتركها بلا مسح. هل إنفاق المرأة ما حكم حلق اللحية؟ حلق اللحية حرام إلا إذا كانت هناك ضرورة دعت إلى ذلك، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قصوا الشوارب وأوفوا اللحى. قصوا الشوارب وأوفوا اللحى. وقد قال تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. امرأة لا ترى القصة البيضاء بسبب اللولب وتعتمد على عدد الأيام قبل اللولب وهو 7 أيام، ولكن لا تعلم متى تبدأ أن تصلي في اليوم 7، هل من أول اليوم أم من آخره. تنظر إلى الدم فلا اعتبار أيضا، إذا كان لون الدم مشابها للون دم الحيض فتنتظر حتى ينقطع هذا الدم. أما إذا كان ليس بمشابه فتبني على غالب الظن. يعمل في المجال الطبي وصدرت قرارات بمنع الإجازات،
هل يجوز تقسيم العمل مع علم الرئيس المباشر؟ هذا ينبني على أمرين: إذن المدير المباشر، والشيء الثاني عدم الإخلاء، عدم الإضرار بمصالح المسلمين، والله أعلم. حكم حلق الشارب، هل يأثم؟ لا يأثم، ولكنه من خوارم المروءة. قال مالك: إن حلقه مثلى، وقال في بعض الروايات عنه: إن حلقه يؤدب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: قصوا الشوارب وأوفوا اللحى، ولم يأمر بحلق الشارب. أما حديث الفطرة خمس ورواية حلق الشارب فرواية شاذة، والصواب قص الشارب، والله أعلم. الصبغة السوداء للرجال البعد عنها أولى، أما الوصول إلى التحريم فلا أستطيعه، والسلامة أيضا منها تماما أمر مريب، فالظاهر أنها مكروهة، والله أعلم. ما معنى الصلاة على النبي؟ الصلاة على النبي الدعاء له والثناء عليه صلى الله عليه وسلم. أحبك الله يا مصطفى ابن إسماعيل. حكم ألعاب خفة اليد، ما المقصود من ورائها؟ إن كانت سحرا فالسحر محرم، إن كانت ليست بسحر فعلى حسبه، حسب المراد بها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الدم يا أخي إيهاب. صحة خبر قول حذيفة لأبكر: نفقت يا أبو بكر. إذا كنا عند رسول الله لا يثبت هذا عن حذيفة بما علمت، إنما الثابت أن حنظلة قال: نفق حنظلة. قال أبو بكر: وما ذاك؟ قال: نكون عند رسول الله كأن على رؤوسنا الطير. فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والضيعات، فذهب إلى، قال: وأنا كذلك. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: والذي نفسي بيده، لو تدومون على ما أنتم عليه عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. الشركة تعطينا جزءا من المال لتسيير العمل، فهل يجوز الأخذ من ذلك المال لغرض شخصي وإرجاعه بعد ذلك؟ إذا كان العمل سيتضرر لا يجوز لك ذلك، أما إذا كان في ذمتك وإذا طلب منك ستوفيه في الحال، فيمكن أن تجد قولا بالجواز. حكم الأبراج دجل ورجم بالغيب، والله قال: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. هل يجوز التكلم أثناء الوضوء؟ لا مانع من الكلام أثناء الوضوء. فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، لا يصح. يوسف اليوسف يقول: البث يتقطع. زوج تزوج على زوجته وأخبرها بعد زواجه بمدة، هل هذه خيانة؟ هل هذه خيانة؟ يعني هي عفوا، يعني خيانة درجات ومراتب لا شك. الصلاة حاليا في ظل هذا الوباء أن يكون بين المصلين مسافة، هذه أمور يضطرنا إليها. البث جيد. خالد خيري يقول: كيفية التوبة من الغيبة والنميمة الاستغفار وإصلاح ما قد أفسدتيه، وإذا كان بالإمكان التحلل ممن ظلمتيهم فيكون حسنا، والله أعلم. قوله تعالى: وقالوا لا تذرن، لا تتركن، قال بعض أهل الشرك لبعضهم: لا تتركن آلهتكم بل تمسكوا بها، كما في الآية الأخرى: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد.
أما ود وسواه ويغوث ويعوق ونصر، قال بعض العلماء كانوا رجالا صالحين فلما ماتوا عكف أقوامهم عليهم فأنشأوا لهم قبرا، أنشأوا لهم قبورا وطال الأمد، أو أنشأوا لهم صورا وطال الأمد، فجسموا لهم أصناما وعبدوها. الطلاق للمرة الرابعة له فتوى، أن تعيشين في الحرام بعد الطلقة الثالثة كيف؟ كيف تعرف أن الله قبل توبتك؟ ما عندنا شيء صريح يفيد أن الله قبل التوبة أم لا، لكن إذا وفقت للطاعة فعلامة خير، فأخفى الله سبحانه وتعالى قبول التوبة حتى نجتهد في الاستغفار، كما أخفى اسمه الأعظم حتى نجتهد في الدعاء بأسماء الله الحسنى كلها، كما أخفى أولياءه بين الناس حتى لا يفتن الناس، كما أخفى ليلة القدر، وكما أخفى ساعة الجمعة، أخفى الله أمورا كثيرة كي يجتهد الناس في الدعاء. وبارك الله فيك يا أخي سيد يوسف، كيفية التوبة من الزنا، الاستغفار والعمل الصالح، وليس عندنا من يقيم الحدود حتى نقول لك اذهب اعترف ويقام عليك الحد، فاستر على نفسك وعمل عملا صالحا، إن الحسنات يذهبن السيئات. هل حلق شعر القدم للرجال جائز؟ شعر القدم، في قدم في شعر، إذا كان يضر جائز. الجد مات وله 5 أولاد بعد موته، بيوم قبل توزيع الميراث مات أحد الأبناء، هل ولد المتوفى له ميراث؟ إذا كان مات بعد الجد بعد أبيه له ميراث بلا شك ولو بساعة. الصفراء عفوا في آخر الأيام لا ينزل عليها دم بسبب تركيب اللولب، ولكن توجد القصة الصفراء، لا اعتبار للقصة الصفراء، الصفرة والقدرة بعد انقضاء الحيض لا اعتبار لها. ما حكم الاقتباس من القرآن الكريم وإسقاطه على الواقع؟ لا بأس بذلك إذا كان الأمر في محله. كيفية صلاة الاستخارة؟ صلاة ركعتين وبعد التسليم دعاء، اللهم إني أستخيرك بعلمك، صلاة ركعتين من غير الفريضة، من غير الفريضة. قال لزوجتي أنت طالق وهو غضبان جدا، فما الحكم؟ قال لزوجتي أنت طالق وهو غضبان جدا، إن كان فقد التحكم في نفسي فلا يقع طلاق، وإن كان مالكا أمر نفسي فالطلاق واقع. هل الكبائر درجاتها واحدة في الوزر؟ لا، الكبائر متفاوتة، الكبائر متفاوتة، فالغيبة ليست كالزنا وليست كالقتل. هل يجوز إخراج الصدقة بنية الثواب الشخصي للشخص نفسه ولأحد أقاربه الموتى؟ يجوز. هل أعاقب بما توسوس به نفسي؟ إذا عقدت العزم عليه فإنك تعاقب لعقد العزم، لقول الله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. أما إذا كانت عوارض تمر على القلب ولا يستجمعها القلب فلا إثم عليك، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت بأنفسها ما لم تقل أو تعمل. يقول إنه يجلس على الشرفة وكذلك جيراني أغلبهم نساء، يعني مثل يعني ماذا تريد، يعني أغلبهن نساء وأنت تجلس في الشرفة وينظر بعضكم لبعض، لا يجوز. اتق الله. أبو حسام، النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس في الطرقات، قالوا ما لنا بد منها يا رسول الله، قال فإن كان ولا بد فأعطوا الطريق حقا، قيل وما حق الطريق يا رسول الله، فذكر من ذلك غض البصر.
تزوجت رجلا يقال عنه مريض نفسي واريد الطلاق، هل ذهب لي؟ تلك قضية تسمع من الطرفين. هل تجوز صلاة الشفع والوتر والجلس لاني تعبان جدا ومرهق؟ هل تجوز صلاة الشفع والوتر وانا جالس لاني تعبان جدا ومرهق؟ تجوز، لكن متى يكون أجرك كاملا؟ إذا كنت عاجزا عن القيام، إذا لم تكن عاجزا عن القيام وصليت النافلة جالسا فأجرك على النصف من أجر القائم. هل يجوز بيع الولاعات في السوبر ماركت؟ إذا كانت الولاعات متعددة الأغراض فلا بأس ببيعها، أما إذا كانت كلها تنصب على شرب السجائر فلا تبيعها. هل أكمل المسلمون الصلاة أو ترك عمر رضي الله عنه ينزف؟ المسلمون أكملوا الصلاة، لكن لا يمنع أن يكون منهم من قام بأمر عمر، لكن عموما صلى بهم عبد الرحمن بن عوف بأقصر صورتين في القرآن الكريم. إذا قالت لزوجها طلقني قال لا لفعلوا ما تشاءون، فقلت طلقني ولا ينوي تفويضا، لا يقع بذلك طلاق إذا فهمت أنه لا ينوي تفويضا. ترك صلاة الجمعة خوفا من العدوى، لك وجهة بارك الله فيك. لا مانع من الاشتراك في النقابات، هل أفضل التخصص في طلب العلم؟ على حسب لماذا أنت تطلب العلم. إذا كنت تطلب العلم للدعوة فلذلك مبرراته، إذا كان شهادة الدكتوراه تريد الحصول عليها فلهذا لهذا مقوماته. بارك الله فيك. هل بر الوالدين من العبادات؟ إذا على حسب معنى العبادة، أن أحيانا كلمة العبادة معناها العام، معنى العبادة العام هو العبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال. فبهذا المعنى إذا أدخلت بر الوالدين فهو في العبادة، لكن هناك من ينزل معنى العبادة على العبادات التي يتعبد بها الرب، ينزلها على الصلاة، على الزكاة، على الحج، على الصلاة والصيام والحج. الله أعلم. قل فقه العبادات ويدخل فيها الزكاة. زواج الثاب بدون ولي لا يجوز، حكم الحب في الإسلام الحب محله القلب، لكن الكلام على ترجمة الحب إلى الجوارح على حسب هذه الترجمة. إذا ترجمته إلى شيء محرم فحرام عليك، وإذا ترجم إلى شيء حلال فهو حلال، والله أعلم. هل تنصح المرأة تعلم الدعوة أم القراءات بعد؟ صلاة الضحى كم ركعة؟ الأمر فيها مفتوح. حديث يؤتى بالدنيا يوم القيامة كامرأة عجوز لا يصح. هل كان ابن الجوزي لا يعتدي بحديث الآحاد في العقائد؟ لا أدري، لم أستقصي. مرحبا بك يا أبا البخاري ويا أبا مسلم، حفظك الله وشكر الله لك خطواتك، نرجو الله أن تكون وصلت بخير.
ما حكم عدم المساواة بين الأبناء في الهبة والعطية؟ ظلم إلا إذا دعت حاجة لذلك. فهناك هبات يقال لها الهبات المسببة، الهبات المسببة، الهبات التي لها سبب. فالهبات التي لها سبب تستثنى وتجوز. يعني مثلا الرجل له بنت في سن زواج يريد أن يزوجها، فحينئذ يجوز أن يجهزها قبل سائر البنات. وجزاك الله خير يا خالد بن خيري. حكم مد اليد للسلام في ظل وباء الكورونا وعدم السلام، الأمر في ذلك اجتهادي واسع. ورعاك الله يا أبا أحمد. صبغ الشعر بالحنة السوداء، النساء لا بأس بذلك لهن ما لم تدلس به على خاطب وما لم تتبرج به لأجانب، أما الرجال يكره لهم ذلك. نصيحة للثبات على الطاعة: اسأل الله الثبات ثم اختلط بالصالحين. حديث زمزم لما شرب له حديث ضعيف. الله يجمعنا وياك يا عبد الناصر في الفردوس، وحفظك الله يا أحمد بن جلالة، وفقك الله. أرسل رسالة يا أختي منى، رسالة على الهاتف العادي خالص أختك منى، وإن شاء الله أشوف ما موضوعك. هل أناشيد ماهر زين بدون موسيقى في شيء؟ ما أعرف ماهر زين ولا أعرف أناشيده. الكلام على كلمات الأناشيد، حكم الكلمات نفسها هي يجوزها الشرع أم لا، وهل معها موسيقى أم لا. امرأة تزوجت برجل عرفي لكن لا ينقطع معاشها، واكتشف الرجل بعد الزواج منها أنها كاذبة ومتزوجة بآخر، هل يأخذ بتحاليل دي إن إثبات؟ لا، اطلع برا أنت في القصة والولد للفراش، وهذه تقدم لمحاكمة. بارك الله فيك. أخت سناء بنت مرسي تقول النت ضعيف، ماذا أصنع؟ ورحم الله موتاكم جميعا، موتى المسلمين. حكم سعادة جن المسلم: كل هذا من الدجل ولا يجوز. النبي حارب ولم يستعن بجنين مسلم، وفقدت منه أشياء ولم يستعن بجنين مسلم، حفر الخندق ولم يستعن بجنين مسلم. وقد قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ولك بمثل يا دكتور سامح، ما الوقت المحبب للاستخارة؟ شأنها شأن سائر الصلوات، اتقي الأوقات الثلاث بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعندما يقوم قائم الظهيرة، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. ومن العلماء من يجوزها في هذه الأوقات ويقول إنها من ذوات الأسباب. ما حكم الزوج الناشز؟ وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير. بارك الله فيك. طيب بخير الحمد لله، كلاهما بخير. هل مال الآثار حلال؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الركاز الخمس، يعني كنز الدفن الجاهلية، إذا وجدت دفنا من دفن الجاهلية يخرج خمسه. هل زكاة أو صدقة؟ فيها الوجهان للعلماء، المهم يخرج خمسه. لكن يبقى السؤال قائما: ما نظام الحكومات؟ اسأل الحكومات عن نظامها، أنا لا أعرف. وعظم الله أجرك، بارك الله فيك. أفضل كتاب في التاريخ الإسلامي كتاب الله. حكم شراء شقة عن طريق البنك: حكم شراء شقة عن طريق البنك لا يجوز، لأنها شروط ربوية. في زمن الكورونا هل البيع حرام على الرجال أثناء بعد أذان الجمعة؟ لا أستطيع أن أقول فيها شيء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام
عفوا، لأن الآية إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، لكن إذا لم تكن هناك جمعة فالأمر أصبح أخف والله أعلم. نصيحة لزوال الهم والحزن، تعوذ بالله من الهم والحزن والعجز والكسل. صيام الجمعة منفردا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم الجمعة إلا ويوما قبلها أو يوما بعدها. بارك الله فيك يا إسماعيل. يا أخ محمد بن رشاد الولد للزوج الأول، الولد للزوج الأول الثاني كل عمله باطل، وله الزنا وله عفوا الرجم إذا تبين أنه زنى، قضية تنظر. وبعد أسئلتك افتراضية أكثر ما هي واقعية فيما يبدو لي. حكم الاقتراض من شخص ماله حرام، إذا كان مسروقا لا يجوز لك الاقتراض منه، أما إذا كنت لا تدري فالنبي اقترض من يهودي الله يرحمه رحمة واسعة أبو طلحة ينور له قبره، بارك الله فيك، الله يرحمه رحمة واسعة. صيام يوم السبت والأحد، لا بأس بصيام يوم السبت والأحد، وغفر الله لك يا أم معز. لا إله إلا الله، حفظكم الله. هل يجب غسل الأرجل بعد خلع الخف ولو لا يلزم؟ ما حكم الصيام الست من شوال قبل قضاء أيام رمضان؟ الأمر واسع فيه ساعة. بيع التورق له صور متعددة، من هذه الصور أن تشتري السلعة من شخص إلى أجل وتبيعها لشخص آخر نقدا، ولا مانع منه بهذه الصورة التي ذكرت. 0005333383. الترحم على الكافر بعد موته لا يجوز، لقول الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعداه إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، فاستأذنت أن أستغفر لها فلم يأذن لي. منع الحمل بسبب وباء الكورونا، اسألوا الأطباء عن هذه المسألة. يعيش في ألمانيا ويتعرض في الشارع إلى تلامس من الكلاب، فما الحكم؟ ما أصابك من لعاب الكلاب فاغسل مكان الإصابة. حيض النساء يبدأ بعلاماتها بنزول الدم، بنزول الدم في وقت نزول الدم الشهري، وهي دفعة دم لها مواصفات معينة. صاحب الذي كان يأتي ليجلد لشرب الخمر، هل لن يسأل عن هذه الذنوب لأنه قيم عليه الحد؟ الحدود كفارات. النبي صلى الله عليه وسلم بين الكبائر: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له. فالحدود كفارات. رحمة الله على الشيخ عايض ابن علي مسمار رحمة الله عليه رحمة واسعة. هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن مبيت الرجل بمفرده؟ هل ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم النهي عن مبيت الرجل بمفرده؟ الرواية بذلك معلولة، ألا وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم
نهى أن يبيت الرجل وحده أو يسافر، نهى عن الوحدة أن يبيت الرجل وحده أو يسافر الرجل وحده. وهذه الرواية غلط من راويها، وصوابها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو تعلمون ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. فارق بين لفظين: لو تعلمون ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده، والثانية أنها عن الوحدة أن يبيت الرجل وحده أو يسافر وحده. فالأخيرة معلولة. وأيضا النبي اعتزل نساءه شهرا عليه الصلاة والسلام، كان يبيت وحده أيضا في غار حراء قبل بعثته، كان يتحنث في غار حراء يتعبد فيه. ومريم عليه السلام انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. حكم قراءة القرآن من الحفظ من المصحف بدون وضوء، لا بأس بذلك. من رتب سور القرآن ومن سماها، الذي سماها الرسول عليه الصلاة والسلام، أما الذي رتبها على النحو الذي نحن فيه في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه. هل يجوز أن أعطي صديقي مبلغ من المال في السعودية بالريال وأستلمه في مصر بما قيمته بالجنيه المصري؟ هذا ستوكله إذا كان تاجرا فلا بد من قيود. يعني هل هو تاجر ولا أم هو بس وسيط للإرسال؟ إذا كان وسيطا للإرسال وسيقوم بتوصيل مالك وتغييره لك فلا بأس. واحد وسيط قلت له غير هذه الفلوس وسلمها لأهلي، ما في أي مشكلة بهذه الطريقة. أما إن كان تاجرا فللتجارة ضوابطها. وضح سؤالك. ما صحة القاعدة الناشف على الناشف طاهر بإجماع؟ لا أعلم إجماعا على ذلك. يرى كثيرا من الأطباء يفرون، عفوا، ما حكم الرجل الذي يبقى بالجنابة 3 أيام مع ذلك أنه لن يصلي؟ إن الله لا يقبل صلاة بغير طهور، فهو فاسق على أقل أحوالها. حديث عليكم بالبطيخ لا يثبت. وجزاك الله خيرا وبارك في علمك. رجل يبيت عند أمي 5 أيام في الأسبوع بعد وفاة أبي منذ سنة، فهل للزوجة الحق على الاعتراض في هذا؟ تحل مشكلتها معه بالمعروف. شاب عمل حادثة ولا يوجد له عملا، لا يجوز لأبيه إعطاؤه من زكاة المال إذا كان مستقلا في معيشته، جاز للأب ذلك. حديث من مات وليست في رقبته بيعة ميتة جاهلية، أي حديث من مات وليس في عنقه بيع مات ميتة جاهلية، أي يموت كما يموت أهل الجاهلية. فقد كان أهل الجاهلية يستنكفون أن يأمرهم شخص أو ينهاهم شخص. ومعنى البيع هنا للإمام الذي اتفق المسلمون عليه، ويشار إليه كما قال الإمام أحمد بالبنان: هذا إمام، وهو الإمام الجنة الذي يتقى به ويقاتل خلفها. من يأتي كل شخص يأخذ 10 من الشباب ويجعل نفسه أميرا عليهم ويسمعون له ويطيعوا، فهذا من الفوضى ومن المحدثات. بارك الله فيك. شراء الوظيفة بالمال علما أن فيها امتحان يترشح له كثير من الناس وأنت تعرف أنك أهل له، لا يجوز. السفر لمسافة طويلة ثم يعود للمنزل، هل يجوز أن يصلي قصر؟ ما دمت ستصلي قصرا في المنزل منزلك، لا يجوز لك أن تصلي قصرا. العبرة بوقت الأداء، أنت تؤدي في بيتك فستؤدي تامة. يعني إذا خرجت مسافرا إلى بلد بعيدة بعد صلاة الظهر ولكني لم أصلي الظهر في بلدي، ففي الطريق أردت أن أصلي الظهر، العبرة أصلي قصرا، العبرة بوقتي، العبرة بوقت الأداء.
هل زيارة القبور واجبة؟ فأنا أزور قبر والدتي كلما تيسر لي، ولكن لا أداوم على الزيارة، ولكن أدعو لها. ليست زيارة القبور واجبة ولكنها تستحب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. حكم النكاح بدون شاهدين، العقد صحيح، العقد صحيح ما لم يحصل إنكار، فكان على العهد الأول قال فلان تزوج فلانا يدخل ويخرج والناس يعرفون ذلك، فهذا إقرار. ما حكم الصلاة بزوجة جماعة في ظل إغلاق المساجد في هذه الجائحة؟ لا بأس بذلك. هل يجوز الصوم عن الكلام؟ ليس في شريعتنا، كان الشرع لمن كان قبلنا، قال تعالى في كتابه الكريم: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. يقول: نرى كثيرا من الأطباء يفرون من المستشفيات بسبب الوباء، يحتجون بقول لا ضرر ولا ضرار. الله يغفر للشيخ أبي طلحة والأمواتنا وأموات المسلمين جميعا. المسألة على حسب ثقة الطبيب في الله سبحانه وتعالى، وعلى حسب حجم الضرر في المكان الذي هو فيه. حديث: من مات ولم يغزو ولم يحدث تحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية، أي كما يموت أهل الجاهلية. عليهم عليهم بمعنى عليهم هنا، والله أعلم. وقيل ستير أيضا خلفهم، لكن الأول أظهر. ما حكم تصفح الفيسبوك؟ لا مانع. منحة وفاة الزوجة هي من حق الزوجة وحدها؟ الظاهر أن المنحة هذه تكون للدفن، فالظاهر أنها لعموم الورثة إذا توفر التكليف والدفن من باب آخر. صلى العصر منفردا ثم جاء آخر يصلي فصليت معه العصر في جماعة مرة أخرى، نرجو الله أن يكون لك أجر الجماعة. نصيحة لمن يبحث عن الزوجة الصالحة، نصيحة لمن يبحث عن الزوجة الصالحة: يسأل الله التوفيق ويستعن بالله ثم بالصالحين في هذا الصدد. أبوه لا يصلي وكان عنده جلطة في المخ وشفية، لكنه أحيانا يغلط في الكلام، مثلا يقول محمد ويقصد أحمد. طيب الموجود يعني ما المطلوب؟ مش فاهم ما السؤال. ما سيفعل من تحقق زنا زوجة أخيه التي له منها 3 من البنون؟ هل يبلغها أم ينصحها أم ماذا؟ أظن إذا كانت مستمرة على ذلك ينصح أخاه بفراقها من غير تفصيل. طلق زوجته يا حاضنة لولدين عمرهم 9 سنوات و 11 سنة ولا يعرفون شيئا عن الدين، يجوز يأخذهم منها؟ هذه المسألة يعني ما السن الذي إذا بلغه الطفل رد إلى حضانة أبيه؟ لا أعلم في المسألة نصا، لكنها أقوال فقهاء، وكثير منهم يجوز للوالد أن يأخذ ولده في هذه السن، والله أعلم. يقول: إنه موسوس في حركة اللسان، تعتبر تلفظ دون النطق به. تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رحمة الله على الشيخ أبي طلحة، اللهم آمين. لا إله إلا الله. مواصفات الزوجة الصالحة: ذات دين، يعني زوجة صالحة تقوم بكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. المرأة المطلقة حق في عفش الشقة إن لم يكن لها قائمة بالعفش، إن لم يكن لها قائمة فلا شيء لها.
وقت تقطع الرحم وتسيل معامله وتقول الكرامه اولا قبل ايه؟ قبل ايه؟ الكرامه قبل الدين. الدين هو الكرامه. ومن يهن الله فما له من مكرم. لا يجوز ادخل امتحان على الانترنت للحصول على الترقيه لانه لا يوجد عند عفوا لا يوجد عنده انترنت. ايه المانع من هذا؟ ما المانع؟ هل الجد يرث بعد وفاة حفيده؟ اذا كان هناك اب فيمنع الجد من الميراث، اذا لم يكن هناك اب فالجد سيرث. جد الاب الأمر مفتوح، تصل في أي وقت شئت. لو أنا فارغ سأرد عليك إن شاء الله، مشغول كالآن مثلا سيؤجل الرد يرسل رسالة. هل هناك كرامات للبشر كما يقول بعض الناس، منها أن يقول لك ماذا سيحدث لك في المستقبل؟ هذه تنبؤات تخرصات. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وقال تعالى في شأن الجن، فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. تبرع بالدم شيء حسن لا بأس به. اللهم اغفر لأبي طلحة يا رب. حديث لو خشع قلبه هذا لخشعت جوارحه لا يصح. أعانكم الله. هل يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة قبل دخول الجنة؟ ورد ذلك في حديث، فيأتيهم ربهم في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم، قل أنا ربكم، فيخرون له سجدا. ويأتي من كان يسجد رياء وسمعة فيخر لطبقه لوجهه طبقا واحدا. يقول ندعو على زوجة أخي وأختها لأنهم شدوا شعري أمام الرجال، وأختها قلعتني النقاب أمام الرجال، يجوز أن تدعي عليها والعفو أولى. حديث إذا فتح الله عليكم مصر، أكمل الحديث الذي تريده. ممكن يكون هناك حديث بعدة ألفاظ. حكم من ترك زوجته لم يسأل عنها في أصعب الظروف، يأسم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إذا أرادت أمك أخذ رزقك الذي كسبته بعرق جبينك وإعطائه لأخيك، هل امتنع يعد عقوقا؟ لا، إن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا. فليس من العقوق أن تأخذ أمك كل مالك وتعطيه لأخيك، ليس من العقوق عفوا أن تمنعها من هذا. أعطيها ما تيسر وأعطي إخوانك ما تيسر. قال تعالى وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. هل يحرم الدعاء على الأب الظالم؟ الأولى لك لا تدعو على أبيك. سن النساء القواعد ليس للنساء القواعد سن معين، هذا يختلف من امرأة إلى أخرى. وعموما لا يكن لها هناك مطمع للناس فيها. امرأة زوجها لا يصلي ولا يعطيها حقها، حبت أن تفارقه وتفارقه، جليس سوء. أما إذا كان جاحدا للصلاة لم يجوز أن تبقى معه إذا كان هناك جحود. شخص يترك مرتبه الشهري في الفيزا ولا يقبضهم إلا كل شهرين، هل تستفيد من البنوك النفسية بالربا؟ وهل يأثم من فعل ذلك؟ لا يأثم من فعل ذلك، لأنه لا يتعمد أن يأكل ربا. هل كافر يقعد في الحساب 50,000 سنة؟ هل من كان من أهل الجنة ينتظر الحساب أم يدخل بدري الجنة؟ يدخل بدري، لأن الله قال
أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، فلا يأتي عليهم وقت القيلولة إلا وقد أخذوا أماكنهم من الجنة بإذن الله. هل يصح لمن أراد السفر صلاة الظهر والعصر جمعا أو قصرا قبل الخروج من البيت؟ لا يجوز قبل الخروج من البيت، إنما إذا خرج من البلد. والحديث الوارد في المذكور في السؤال المذكور في ضعف. حكم المرأة التي تصرخ على زوجها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من الصريقة والحلقة والشاقة. ومرحبا بك يا شيخ محمود العزبي، وأهلا بك وبقدومك بعد طول انقطاع. حكم الانغماس في العدو. وضح يا محمد العبادي سؤالك، يعني تلقي بنفسك بين الأعداء واللي يوضح. النصيحة لمن بدأ في طلب العلم الشرعي، النصيحة بكتاب الله وسنة رسول الله أولا، ولا تجادل وأخلص العمل لله. أبو طلحة أخ من إخواننا من طلبة العلم من ذوي الأخلاق الكريمة، وله مؤلفات طيبة ونافعة، كان على خلق كريم، ولكن ابتلاه الله بهذا المرض فقضى نحبه يومنا هذا. فنسأل الله أن ينور له قبره وأن يفسح له فيه وأن يخلفه في عاقبه بكل خير، اللهم آمين. حكم إزالة شعر الوجه المرأة. شعر وجه المرأة فيه تفصيل. شعر الحاجب النمص حرام، كبيرة من الكبائر، لعن الله النامصة والمتنمصة. شعر اللحية إذا نبتت لمرأة لحية أو نبت لها شارب تزيله. سائر الشعر فيه القولان للعلماء، أختار الجواز ما لم تقترب من الحاجبين وما بينهما. حكم الأم التي تدعو على أبنائها لأتفه الأسباب. امرأة حمقاء مخالفة الكتاب والسنة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعو على أنفسكم، لا تدعو على أولادكم، لا تدعو على أبنائكم، لا توافق من الله ساعة فيها يستجاب الدعاء فيستجاب لكم. نصيحة لحفظ القرآن الكريم، تعلموا على يد شيخ يوفر عليك الوقت، واقرأ في صلاة الليل بالذي تحفظه. هل صلة الرحم فرض على الإخوة الرجال تجاه أخواتهم وليست فرضا على الأخوات أن يصلوا أرحمهن؟ على الجميع، يلزم بها الجميع كل قدر استطاعته. هل لو جاري نصراني يريد أن يوصل نت مني هل يجوز؟ قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هل تكفي صلاة 4 ركعات قبل النوم عن قيام الليل؟ وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أشكرك يا شهاب ابن عاطف. هل تجوز إزالة شعر الإبط بالليزر إذا لم يكن من وراء ذلك أضرار؟ آخر وقت لصلاة الضحى قبيل الظهر بنحو من 5 دقائق أو 10 دقائق. والأخ محمد بن رفعت أريد أن أقرأ كلامه حفظه الله تعالى، لأنه يتكلم كثيرا عن مراتع الدود ونحو ذلك، وهذا الكلام لا يؤثر عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأحب أن أنوه إلى أن كثيرا من الخطباء يتكلمون عن القبر وعن الموت والبلا، ويتكلمون عن سقوط شعر الحاجب وذهاب الوجنتين، وكلام مثل هذا كلام طويل في الخطب. وقد أشار ابن القيم إلى أن هناك ما هو أولى من ذلك، أن يعرف الناس ربهم سبحانه وتعالى وكرم ربهم سبحانه وسنن الله تعالى في خلقه وأحكام الله عز وجل وأوامر الله ونواهيه وسير الصالحين من قبلنا. أما أن ينغمس كثيرا في مراتع الدود وضيق اللحود والأكفان التي تسقطت، وإن كان جائزا لكن ليس هذا الهدي الأقوم للرسول صلى الله عليه وسلم. نشكر الأخ محمد بن رفعت
على دعائه لأخيه أبي طلحة، اللهم ارحمه رحمة واسعة، بارك الله فيكم. مرحبا الشيخ عبيد، وأهلا وسهلا وعظم الله أجرك. أخو يريد شراء نصيب إخواتي بثلث السعر بحجة صلة الرحم وبقاء العلاقة، طيب كيف يأكل أموالهم ويقول أنا أبقي العلاقة؟ المفروض يشتري بالضعف مثلا، إذا أراد يعني، مش ليس المفروض يعني، إذا كنت ستشتري على الأقل اشتري كما يبيع الناس، إنما تشتري بثلث الثمن تقول من أجل صلة الرحم، نريد الوصل وتخرب بيتهم، حرام عليك يا ظالم. جلس للتشهد بعد الركعة الأولى ثم تذكرت وقمت قبل أن أقول التشهد، هل يجب سجود السهو؟ يستحب لك أن تسجد للسهو حينئذ. وبارك الله فيك يا أخ نور. هدى تقول: إذا قلت لزوجي طلقني فقال لأهلي افعلوا ما تريدون، فقلت أريد الطلاق، هو لا ينوي التفويض، يعني ماذا كان بعد أن قلت أريد الطلاق؟ بماذا أجابك؟ ابني مات وعمره 6 سنوات والحمد لله واحتسب عند الله، بس أنا لا أتذكر أي شيء عمله في ابني، هل دي برود مشاعر مني؟ الله يرحمه برحمته الواسعة ويجازيك خيرا على صبرك وإيمانك. ما معنى قول سيدنا علي لمرحب اليهودي أكلهم بالصاع كيل السندرة، مش بالسيف كيل السندرة، يعني إذا فعلوا شيئا أعطيتهم، يعني إذا آذونا بشيء أعطيتهم أضعاف هذا من ال يعني، يعني واحد لطمك ضربته يعني أنه شديد عليهم، علي يقصد أنه شديد عليهم، وفيهم بالصاع كيل السندرة. نعم. حكم لعب الأطفال التي على هيئة مجسمات البشر لا بأس بها، بيع الدم لا يجوز إلا عند الضرورات، والضرورات تجاوز المحظورات، ونفع الله بك يا شيخ إبراهيم ابن سعيد. ماذا يكون وضع المأموم إذا كان الإمام يصلي قاعدا؟ وضع المأموم إذا كان الإمام يصلي قاعدا. صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موت قاعدا والصحابة خلفه قيام. قال الإمام الحميدي شيخ البخاري: وإنما يؤخذ من فعل النبي الآخر فالآخر. فيرى جمهور العلماء أن الإمام إذا صلى قاعدا صلى المأمومون قياما، والحديث الذي فيه إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا أجمعون منسوخ عند الجمهور بالحديث الذي فيه أن النبي صلى قائما والصحابة جالسا والصحابة خلفه قيام. الحنابلة يقولون إذا صلى قاعدا تصلي قاعدا، لكن الجمهور قالوا هذا منسوخ، لم يقل شيئا بعد. هل رتبتم أمورا يا أخت هدى بعد أن قال بعد قولك أريد الطلاق؟ هل رتبتم أمورا بعد ذلك؟ لأن بهذا القدر لا يقع طلاق على ما أفهمه، والله أعلم. كيف نشكر الله على نعمه؟ نشكره بلساننا بالحمد لله، وبقلوبنا من القلب نشكره، وبجوارحنا نعمل بطاعة الله. أفادتكم النعماء مني 3: يدي ولساني والضمير المحجبة. كيف نعرف عقيدة المرجئة؟ من أي كتاب من كتب العقائد تعرف عقيدة المرجئة؟ هم الذين يأخرون العمل عن القول، فيقولون يكفي لا إله إلا الله بدون أي عمل. هل يجوز للرجل غسل من الجنابة من ماء قد اغتسلت منه زوجته للجنابة أيضا؟ تلك مسألة خلاف بين العلماء، وهي مسألة وضوء الرجل بفضل المرأة، والحاصل فيها أن اغتسال الرجل بفضل المرأة جائز مع الكراهة. حكم عملية فدائية
في اليهود فيها تفصيل يا محمد العبادي، لا ممكن تتصل تستفسر عن ما تريد وتوضح أكثر. كتب التنمية البشرية وعلم النفس في كثير منها خلل، ولا يكادون يؤمنون بقدر الله. يعني التنمية البشرية أكثر لا يكادون يؤمنون بالله ولا بقدر الله. من هذه طارق العبدلي حكم تصليح الأجهزة الصوتية التي استخدم فيها الأغاني والقرآن، الآثم أم الإثم على المستخدم؟ الإثم على المستخدم. بهذا القدر أجتزي سألني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة، لا تنسوا قول الله تعالى أو قول أهل الإيمان: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وكذا مقولة عباد الرحمن: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أيها الإخوة والأخوات، دمتم في حفظ الله ما دمتم تحافظون على حدود الله. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله. بارك الله فيكم وحفظكم الله. احذروا العلمانية والديمقراطية والاشتراكية والليبرالية، احذروا كل هذه الجماعات المنحرفة عن طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ختاما أشكر الله وأسأله المزيد من فضله، فهو القادر على كل شيء، هو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، وخزائنه لا تنفذ ولا تفنى أبدا، وأمره إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. فنسأله من واسع رحمته سبحانه وتعالى ومن عظيم فضله وإحسانه، ولا يحرمنا فضل ما عنده بسوء ما عندنا من الذنوب والمعاصي والآثام. هذا، وأواصل تقديم الشكر للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات حفظهم الله من كل مكروه وسوء. وكذا أواصل الشكر والتقدير لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.